تعرف على طريقة وكيفية حل مشكل إلغاء تفعيل كل إشارات البريد الإلكتروني؟ قم بالضغط هنا على تطبيق تيك توك، بعدها سوف نقوم بالضغط هنا على الملف الشخصي، من ثم سوف نقوم بالضغط هنا على الإعدادات والخصوصيات، من ثم سوف نقوم بالضغط هنا على الإشعارات، بعدها سوف نقوم بالضغط هنا على إشعارات البريد الإلكتروني، من ثم سوف نقوم بانتظار قليلا، بعدها سوف نقوم بالضغط على إلغاء كل إشعارات البريد الإلكتروني. بهذه الطريقة نكون قد قمنا بإلغاء كل إشعارات البريد الإلكتروني، وهكذا نكون قد قمنا بحل المشكلة. ولا تنسوا الضغط على زر لايك والاشتراك في القناة، ونراكم في فيديوهات القادمة إن شاء الله.